كل خير ومحبة وسرور. نحييكم بأجمل تحية مسائية جميلة من أرضية هذا الميدان، من هذه الانطلاقات والتحديات المسائية التي نتابعها هنا على أرضية هذا الميدان في ختامي تمهيدي المرموم ورابع أشواطنا. تمت انطلاقته وخاص بالقعدان لهجن أصحاب السمو الشوق من سن اللقاية. نسير معكم ونتابع شاهين المنطلق على الصدارة على المقدمة من هجن زعبيل بقيادة هنا المتألق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد، بينما يأتينا شاهين لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة عتيق بن سالم بالعرض الحمير المتمرس. ينطلق هنا بهذا الأداء الجميل، بينما ثالث مراكزنا يأتي متعب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني علي بن حام بن عامر بن حمد اللي يحافي في تضميره، بينما من الجانب الآخر الانطلاق والتحدي من مداهم لسمو الشيخ نهيان بن ذئاب السيف بن محمد آن الهياني مع الصادق فضل الأمين من يأتينا على المركز الرابع وخامس مراكزنا المارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد مع مختار بن أحمد بن عبد الملك في تضميرة. المركز السادس القادم هنا حشيم ثم الشيخ راشد بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم، يتابع عتيق بن سالم بن عرطي الحميري من ينطلق للانطلاق. وبهذا الأداء هناك الوصول في هذه اللحظات شاهين من هجن سياح السلام بقيادة حمد بن علي العويسي مضمن خلص نجوم من يأتينا هذه الانطلاقة. وهذا الأداء هنا الوصول، وصول من هنا شاهين هجن الطائلات وسالم بن مسلم بقزول العامري في تضميره من يأتينا هنا بهذا الانطلاق والأداء على المركز السادس وينطلق بطريقة في هذه التحديات الجميلة. نتواصل مشاهدينا الكرام، هناك النخالة يأتينا بانطلاقة وتحدياته لهنا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بمتابعة المكتشف علي بن هزيم المسافر القادم. هذا الانطلاق والأداء الوصول توسعا هنا القادم الواعي سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بمتابعة مسري بن سالم بن عرطي الحميري وشاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم عاشرا مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المارد من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. هذا الانطلاق والأداء المارد من انطلق بالتحديات لمعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد بقيادة مختار بن أحمد بن عبد الملك من يأتينا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين في المركز الثاني المنطلق بهذه التحديات هنا من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد، والمركز الثالث شاهين من هجن الطائلات وسالم بن مسلم بقزول العامري في تضميره من يأتينا ثالثا. والمركز الرابع، المركز الرابع متعب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني وعلي بن عامر بن حمد الجحافي في تضميره من ينطلق رابعا. وخامس المراكز القادم هنا أيضا شاهين هجن سياح السلام بمتابعة الشاعر حمد بن علي العويسي وشاهين القادم هنا أو عشاق من غير في هذه اللحظات ثم الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة وكذلك شاهين ثم الشيخ أحمد بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع المتحدي سالم بن سعيد بن منانة يدفع باثنين في هذا الشوط في هذا الانطلاق بعد الكيلومتر الأخير. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة إلى المقدمة وإلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط. ثلاثية جميلة في هذه اللحظات بهذا الانطلاق وهذا الأداء. شاهين من غير على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول من هجن الطائلات هنا بقيادة السالم بن مسلم بن قنزول العامري، وشاهين في المركز الثاني شاهين من هجن زعبيل بقيادة راشد بن محمد بن مروشد من يأتينا ثانيا، والمارد في المركز الثالث المعالي الشيخ محمد بن بطيء آل حامد بقيادة مختار بن أحمد من يأتينا هنا بهذه الانطلاق والأداء. الله الله والتحديات الجميلة، ولكن هجن الطائلات تبغي النقطة الثانية والساعة الثانية في مساء هذا اليوم. ها هي هجن الطائلات مع شاهين ينفرد بالصدارة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق.
سلام هناك للمحرك سلام بالمملكة البحرين على هذا الأداء المميز الجميل. تهانينا وشكرا لسالم بن مسلم غزول العامري والثانية. سلام للمنامة سلام على هذا الأداء المميز الجميل ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لهجن الطائلات على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني أتانا المارد لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد. المركز الثالث وصل شاهين من هجن زعبيل. المركز الرابع عشاق لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رهيب سعيد مكتوم. المركز الخامس أتانا متعب لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. وهنا يصل شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن رهيب سعيد مكتوم. ونعود مشاهدينا الكرام هنا بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات الجميلة هنا والانطلاق المميز الجميل مع شاهين وهجن الطائلات. ويضيف النقطة الثانية بهذا المساء بخمس دقائق 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا وناموس هنا أيضا لهجن الطائلات. تهانينا أيضا لسالم بن مسلم غزول العامري. بينما المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام المارد لمعالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد مع مختار بن أحمد بن عبد الملك في ست دقائق وثانيتين وثلاثة من الأجزاء من الثانية. شاهين من حل في المركز الثالث من هجن زعبيل بقيادة المتعلق راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد وسجل توقيت زمن مقداره ست دقائق وأربعة ثواني هنا أو ثلاث ثواني وثلاثة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس تهانينا للجميع.